هذا وشددت وزارة الصحة على أن تحدي كورونا يستوجب التعاون الإيجابي مع جهود مواجهته عبر الوعي المجتمعي والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأكدت الدكتورة منال العلوية الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة على الدور الحيوي الذي يقوم به كل فرد في المجتمع من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بتطبيق جميع التدابير الوقائية والتعليمات الإرشادية التي تصدر من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. وذكرت الدكتورة العلوي بأن المسؤولية المجتمعية تتطلب من كل شخص حث أقاربه ومن هم بمحيطه على الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن من أهم التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من الفيروس هو تفادي التجمعات واتباع المعايير التباعد الاجتماعي، مبينة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الالتزام للبحرين خلال الأسبوعين القادمين لتقليل عدد الحالات القائمة.